ريزو ام كيو ار بعرفش ايش يعني بروك ذا ويلد ريكورد ذا ترندينج سويم ان جزيرة. كتاب الرقم القياسي لل في السباحة في مالطا في منطقة الجزيرة يعني في 1980، والرجل الرياضي الأول في مالطا سنة 1981، وحاز على تصنيف في جينيس بوك كأسرع قدمين في العالم. هو أول مالطي بيدخل موسوعة جينيس سنة 83، أول واحد بيفوز بعمادة البلدية كمرشح لوحده بدون حزب. حاليا نحن في جامعة مالطا مع والدي العزيز، كنا عم نستكشف المكان اللطيف. فيديو فيديو بابا كمان مرة.